برعاية نقابة أطباء سوريا، عقدت الرابطة السورية ندوة علمية تحت عنوان تجميل وترميم الأنف لتفعيل النشاطات العلمية بكافة الاختصاصات. اليوم رابطة الجراحة التجميلية تقيم ندوتها بعنوان آفات الأنف الرضية وغيرها حتى الترميمية والتجميلية. الغاية من هذه النشاطات العلمية والفعاليات هو تبادل الخبرات وعرض الدراسات البحثية المحلية والاطلاع على المستجدات والارتقاء بالمستوى الطبي إلى الأفضل وتحسين جودة خدمة المرضى. شملت الندوة استعراضا لأساليب الجراحة التي تجري في الوقت الحالي وطرق إصلاح وكسور الأنف. جاي من محافظة حلب لا أشارك بالندوة حول الجراحة التجميلية للأنف والمبادئ الأساسية لترميم الأنف ومعالجة تدبير أورام الأنف وكمان الطرق الحديثة في تجميل الأنف. والندوة الحقيقة المشاركة بالندوات ضرورية كتير للطبيب لأن بيستفيد بيطلع على كل شيء فيه جديد بالعلم. العلم دائما في تطور، في أشياء جديدة لازم نطلع عليها، فقد ما كان الطبيب عنده خبرة إلا ما ياخد شيء جديد. المؤتمر مخصص لموضوع جراحة تجميل الأنف بالقسم التجميلي وبالقسم الترميمي. هلا أنا الموضوع اللي راح أحكي عنه هو تجميل الأنف بالذات، وهي طريقة قديمة بس حدثوها هلا عن جديد اسمها الديليفري راينوبلاستي. طبعا هي تختلف عن الطرق القديمة شوي انه بيخفوا الجروح الظاهرة بالأنف برا حتى يطلع النتيجة طبيعية أكثر. طبعا هي ما بتناسب كل المرضى، في لها مرضى يعني شكل أنف شكل غضاريف الأنف خاصة حتى ناخذ نتيجة منيحة. بشكل عام يعني أنا بحكي فكرة، زميل تاني بيحكي فكرة، المؤتمر يعني تبادل هو عبارة عن أفكار وخبرات وبالنهاية تسخر للجميع يعني الكل بياخذ نتائج. تضمنت الندوة كل ما يهم الأطباء الاختصاصيين وبدرجة أكبر الأطباء المقيمين للاختصاص في مجال الجراحة التجميلية والجراحة الأذنية. الندوة كتير قيمة يعني بالنسبة لنا نحن كمقيمين، أنا سنة أخيرة يعني كتير شغلة حلوة نستفيد من خبرات أساتذتنا. أنا بالمجتهد يعني وقت اللي كل طبيب بيقدم اللي عنده الحالات اللي عم تيجي لعنده على المشافي، طبعا عدة مشافي بسوريا هلا نحن اليوم الندوة، فكتير بنستفيد كل حدا بيعطينا خبرته بيعطينا العلم. إن شاء الله دائما تتكرر هاي الندوات العلمية. أتمنى أنه إذا وزارة الصحة بتسلط الضوء على هالموضوع هذا بيصير في اهتمام بهالناحية، هاي ينشغل عنا لأنه المقيم كتير عم يعاني عنا، يعني في عنا 10 مقيمين هلا بالباسل وما في هالعملية هاي، فكتير مشكلة عم نحاول نرمم هالنقص هذا بالمعلومات عن طريق هالندوات والمحاضرات هاي. الاستمرار بتنظيم مثل هذه الندوات والمؤتمرات الطبية رسالة تؤكد صمود الأطباء السوريين وقيامهم بواجب نشاطاتهم بشكل متميز رغم كل التحديات والصعوبات، إضافة إلى إجراء العمليات النوعية وتحقيق أفضل الإنجازات على مستوى العالم.